بسم الله نبدأ حلقتنا الرابعة من عبغ المقاهي. وزي ما قلنا هي المقاهي كانت أماكن بارتادة أنماط مختلفة من المجتمع، وكانت تعنى بالفكر وبالثقافة وبالفن وبالرياضة وبالسياسة وبالحياة الاجتماعية في عمومها. وتواصلنا فيها في حلقات ثلاث. الليلة أستاذنا عبد الله النجيب، أنا عايز تدينا عن الحديث عن الأنماط ونوعية الناس اللي كان بتقعد في المقاهي. يعني مثلا قهوة جورجي مشرقي زي ما قلنا نموذجا، كان بيقعد فيها منو؟ بيقعد فيها عدد كبير جدا من كل أنواع الطيف، محامين، قضاء، القوات المسلحة، الأساتذة، المدرسين، فيها كل أنواع. كده ادينا أسماء كده. أسماء يعني من المدرسين أذكر محمد توم التجاني، أذكر كرف، أذكر يعني محي الدين فارس، الشيخ البيتي، بعدين من المحامين عبد الحليم الطاهر، جبر عبد الرحمن أبو العزايم، كمال شانتير، دل من المحامين. بعدين من القضاء عدد كبير جدا بيجودوا معنا، محمد صالح عبد اللطيف والجماعة دي بيجودوا معنا. وبعدين بيجودوا معنا بعدد كبير جدا من الفنانين والشعراء والمبدعين والعازفين والمذيعين. يعني نقدر نقول إنها كانت بتلم عدد كبير جدا. أنا عاوز أوريك حدث عجيب جدا. دائما في يوم الخميس بيجوا الطلبة بتاع وادي سينا، بيجوا يعني يوم الترفيه بتاعهم يوم الخميس، بيجوا يخشوا السينما برامبل يا الوطنية يا يجوا السوق. يوم الأيام جانا واحد طالب سلم علينا، أنا وخورشيد ومعانا بعض الجماعة قاعدين، وقال لنا يا جماعة أنا عاوز غرش محمد حسن. غرش محمد حسن الزمن ذاك عثمان حسين أول من غنى لعلي محمود اللي هو غنى كيف إلى عشق مالك، مرة دعيناه مسالك. وبعدين يقعد جنبنا الشاب ده، قلنا له داير ليه؟ قال والله عندي موضوع كده. وعثمان حسين ده كان بيجينا من السجانة يقعد معانا في قهوة الجر. الزمن ذاك عثمان حسين غنى لغرش محمد حسن الفراش الحاير وخمرة العشاق وبعض الأغاني. فقام عرفناه بأنه قال داير غرش حسن عنده قصيدة عاوز يديها لغرش عشان دال عثمان حسين. قام الود مسكنا القصيدة كده لقيناه أتذكري في الدجى الساجمة دار حديثنا العزبي. الأغنية دبا زرعة. خورشيد قال لي يا أخي نحن نعمل شعر لنا 10 سنين ما عملنا قصيدة زي دي. ده جاي بدأ من البداية جايين كده بالطريقة دي. قام جاء غرش حماس سعد داليو طوال عثمان حسين جاء قروا القصيدة. مرت الأيام سمعنا القصيدة دي أتسكر في الدجة الساجي بدير بدير بقى دبا زرعة الغنى له قصتنا والغنى له أنا والنجم والمساء والغنى له أغنية اللي سمى عليها بكر دبيتو الأغنية أغنية شجن. فده دبا زرعة. شوف دبا الأحداث اللي حصلت. الحدث الثاني برضه في القهوة دي، يوم من الأيام أنا قاعد في القهوة جانا عبد الرحمن ريح قال لي يا قوم يلا كمان المقرن. نعم قلت له كويس. مشيت قعدت معاه تونسنا كده في ترابيز كده في بيت قاعد قريب مننا. قام عبد الرحمن ريح قرا لي قصيده كده بطريقه لطيفه جدا، وانا دندنت معه كده بقصيده. قام البيت عيط لنا عن حقاره كده ومشت مننا. طلع عبد الرحمن ريح طلع ورقه، حد يشعر بالسعاده ويمشي يختار البعاد حكمه والله وحكايه. انا نقلت القصيده وجيت قهوه جورج، لقيت جورج قاعد. قلت له يا جورج انا كنت، قال لي انت مشيت وين؟ الناس خورشيد بيزعلوا منك. قلت له والله يا اخي مشيت مع عبد الرحمن رايح المقرن وجيت بالقصيده. لقيت معه واقف معه الجابري دابه وبدا حياته ديك اغني. بس الجابري قراها كده جورج طوالي خطف قال لي الليله انا ببيت مع عبد الرحمن رايح. بعد مده سمعنا هيك القصيده كان عشان تتلحن لانه عبد الرحمن رايح كان شاعر وملحن. البقري انا هنا داير اسال سؤال. عبد الرحمن الريح ودي يمكن بشرى النوري يديك معاي يجاوبني فيها. عبد الرحمن الريح وخورشيد والسيرقدور الناس دي كلهم كان تعليمهم خلاوي. الناس الخلاوي دي دورهم شنو في القهوة دي؟ الناس الخلاوي دي هما من رواد المغاهي. وانا عندي لك 5 قصص مرتبطة بهذه
لأغنيات مرتبطة بهذه المغاهي. الأول أغنية أيام زمان لأحمد المصطفى. ناس يوسف الفكي بعد ما ينتهوا الرواة بيقوم عندهم طحن فول مكرب جدا. بيجوا أعضاء لجنة الهلال بيتعشوا. اليوم ديك أنا شايل النص بتاع أغنية أيام زمان المقدمة. حسين عثمان منصور ما كملها. فجاء أحمد المصطفى قلت له أحمد والله حسين عمل له مقدمة جميلة جدا لأغنية وأنا سامع بدندن بها اللحن عجبني جدا. قال لي ما حافظ المقدمة دي. طلعت له النص بخط حسين عثمان منصور. تاني يوم نحن بنمشي المجلة بتاعت المكاتب بتاعت مجلة الصباح الجديد في الخرطوم 8:09 8:30 لقينا أحمد المصطفى منتظر حسين وعثمان منصور قبلنا عشان يكمل له. لما جاء حسين ساقوا معه ومكتبه بعد ساعة طلع النص بتاع أغنية أيام زمان. وبعد شهر مباشرة سمعناه من الإذاعة. النص الثاني وعبد الله النجيب ده شهد عيان عليه. محمد عوض الكريم الغروشي كان قاعد في قهوة الزيات شاف الطلبة ديل فايرين وداخلين ومارقين كده. سأل قال الطلبة ديل الحاصل شنو؟ الحاصل شنو؟ قال له يا أخي ديل منتظرين الإعلان بتاعة شهادة كامبريدج. طوالي طلع ورقة علبة سجاير وكتب الأغنية الشباب النظير. وطلعت أغنية وتغنت في الإذاعة في الإذاعة. النص الثاني لإبراهيم الكاشف. يوم قاعدين قدام القهوة بتاعت أحمد خير وقدام دكان عثمان العنتبلي جاء خالد أبو الروس لابس شورت وراكب عجلته ويسأل من أحمد المصطفى. قام قال له أحمد المصطفى بتسأل منه ليه؟ قال له عندي قصيدة جديدة. قال لي ما تقرأ لنا؟ دي الناس عتيق وسيد عبد العزيز وعبيد عبد الرحمن. والكاشف كان قاعد معهم. قام قرأ لهم. بعد 3 يوم فإذا أبو الروس اسمع هذه الأغنية بغنيها إبراهيم الكاشف اللي هي المقرن مع الصباح. قام أول يوم ما قدمه طوالي هو طالع من الاستوديو شاف أبو الروس راكب عجلته وخاش الإذاعة وتكل حدف العجلة كده وجاي يهاجم عليه. إبراهيم الكاشف قال لي أنا كنت اعتقدت أنه داير يضاربني كيف الأغنية بتاعت أحمد المصطفى يغنيها الكاشف. قال لي ما أشعر اللي حضني. وقال لي شكيتك على الله يا إبراهيم أنا سيدة ما حفظتها أنت في 3 يوم تحفظها وتلحنها وتغنيها.
يا الجير في نفس السياق بتاع نفس السياق اللي الاستاذ بيقول عملنا حلقه كان لعشر ثلاثيه تكريم فيها حمديه رب الوالد العافيه وعم العرب لكن على الدين حمد رحمه الله عليه قال امس يا واحد قال لهم احنا في قهوه جورجي في زول سال قال له يا اخي التنقاري بيسال من على الدين حمد طول ما جو عشان ما عنده عوجه قام مشلت ثاني يوم قال لي انا شديد ما عندي عوجه كنت شويه عندي منزول قال له طيب يا على الدين هاك القصيده دي لحين ليك انا صرت جيتني خلاص انت بحاربه كلام ده جاء من جورج مشرد الصباح السوق طبعا شفت الدكان بتاع التنقاري كان بتاع عده ادوات منزل الحاجات دي قام على الدين شاء دي وقع شرب القهوه وقطع وها ماشي قال لي الخميس الجاي بجيب لك القصيده دي معي لما نزل على الدين همزه وعمل على لسانه احنا قاعدين فيه بنسجل في الحلقه دي نزل لقيت واحد حاجه قاعد تحت عنده قرعه كده الله كريمه الله كريمه الله كريمه يا الله الله كريمه يا الله وزول احنا شايفينه وانت داخل شارع المسار مكان بيقعد جنب سوق التماره لكن ده عصايتين عم يقوم يقهر فقام على الدين قال لي ابني جيت تهرقوا عشان قال لي صوتي لما العشاء اديته وش انتظرته انتظرته الله يبارك فيك الله يبارك فيك الله كريمه الله كريمه يا الله الله كريمه يا الله طلعت القصيده اللي انا لقيت التنقار عينت لها كده فتحت التنقار وقلت له اخي هذا لحن قال لي تضحك علي قالوا له لحنك الجاي قاعد ده غني يا طيور غني غني يا طيور غني غني يا طيور غني غني يا طيور ده كان ميلاد القصيده بتاعت الحمد يا سلام فانبسط منه جدا جدا قال لي طيب هات دسة الفناجيل ده اعمل بها قهوه يا سلام طيب يعني انا ارجو برضه منك يا سلام احمد شريف نعم وشوف الاغاده ذاته نعم يعني ال 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 الوصف بتاع الشخصيه دي ذاتها نعم غير الوافدين في افريقيا اللي بيمشوا الحج وبيجوا راجعين من هنا افتكيت بيقعدوا في الشوارب بتاعت السوق دي بيتلوا القران يعني بايقاع وبصوت زي ما قال لك الجيجر الان يعني انا الان الجيجر لما كان يحكي بهذه القصه والله زي ما بقول حبوبات اشعر الجلد كلمة قال يعني لكن عوده الى مدرسه الخلوه اللي انت ذكرتها الخلوه دي لو رجعت الليله لو جات خلاوي وانتشرت في ام درمان دي اللي انت شايفها الان وتعاملت الخلوه كمؤسسه يعني قرانيه لتعليم القرآن الكريم دي مع الذكاء باعتبار انه خامة عقلية والاطلاع والاطلاع لما وجدت ما يسمى بهذا القناع لوجدت غناء يعني يدخل في 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 الويدان السوداني وينعش من جديد وبالتالي تجد أمة جديدة وبالتالي تجد سودان جديد طيب بالمناسبة دي كلمونا عن الندوة الأدبية وعلاقتها بالمقاهي علمت عن الشعراء والفنانين لكن في شخصيتين مهمات جدا اللي هم عمنا غريب الله وعبد الحميد احمد الحاج اول من صنعاء العود المحلي فدي لازم تكون برضه والله حاجه خش في الندوة الأدبية. الندوة الأدبية يعني علاش يا أستاذ عبد الله؟ يعني نحن الندوة دي لما نشأت يعني يمكن عودنا ما استوى لكن كنا بنسمع الناس الكبار ماشيين وين؟ هي أفتكر في حياة البسطة. مش كده يا عمار غالي؟ نحن في مكتب بريد أم درمان ومر غالي ذاته يعني من أعضاء الندوة المؤسسين فكان معانا محمد اللبين حامد اللي هو الشيخ عبد الله حامد الأمين. نعم. قال لنا انا عندي اخوي مقعد في البيت ما بيطلع الكلام ده قالوا وين قال لنا في المكتب البسطة في مكتب البسطة اي قام قال لنا يا جماعه عندي اخوي كده 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 فانا لما جيت في عند جورج مشرقي لقيت لك بكري لقيت لك السرقدور لقيت لك خورشيد لهم اخواننا في عندنا زميلنا اسمه محمد الامين حامد عنده اخوه اسمه عبد الله حامد الامين قاعد في البيت ما بيطلع لكن عنده فكره عن الادب والشعر كده فقال لنا قام مشينا احنا كلنا من القهوه جورج معايده انضم علينا محمد يوسف موسى محمود فلاح اسسنا الندوه الادبيه دي الندوه الادبيه اسس مني نحكي خمسه انفار بعد شوي بيجوا من الطلبه في دار العلوم محي الدين فارس الفيتوري مصطفى عبد الكريم ابو بكر خالد بيجوا يجونا في الندوه
بيجوا هنا من هنا ناس عدد كبير جدا من ناس أمدرمان بيجوا ابن مهدي محمد سعيد لمصطفى سند كده إلى ما يوجد الندوة ندوة كبيرة جدا وبيجت يعني فيها عدد كبير جدا ناس أحمد حمداي ناس كده بيجوا ناس بيجوا من رواد دور أي زول يجينا أديب أو شاعر وكده بعد ما يقعد معانا بنوجه نقول له يا أخي نحن أعضاء في الندوة الأدبية تمشي مع الندوة الأدبية ممكن أخي يوصل أنا في الحقيقة يعني كلام عبد الله النجيب ده وعمنا مرغني ذي يعني هاجة الشجون يعني وهجمة الذكريات الناس دي شايليننا في صفحتهم أستاذنا مرغني البكري ذي وعبد الله النجيب ذي يعني احنا قمنا شفناهم قدامنا كده في المشهد في 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 الحياة العامة السودانية كده لكن عودة إلى الندوة الأدبية دي احنا أول من سمعنا بالكلمة بتاعت ندوة دي من أفواه أخواننا الكبار ماشيين الندوة الأدبية ماشيين الندوة الأدبية وكنا في ذلك الزمان يعني ما نقدر نجالس مننا ما نقدر نجالس الأكبر مننا إذا هم قاعدين في عناقريب ولا بنابر ولا سراير تجلس الغرفصاء في الواطة وتستمع أو تسترق السمع إلى ما يدور في مجالس الكبار لأنه سنك ما بتسمح لك إنك تجلس في مجالس الكبار عرفنا على أنه عبد الله حافظ الأمين ده هو معاق أصيب بالإعاقة لكن كنا نسمع من أفواه هؤلاء الناس إنه هذه الإعاقة مثلت له قوة دافعة ورافعة يعني حملته كأنها على أجنحة من وسن وصعدت به إلى فاق بعيدة المدى وكان قبلة للناس يأتون إليه من الناس اللي اشتركوا في هذه الندوة سيف الدين الدسوقي ونحن من هذا المنبر وفي هذا الشهر العظيم والدنيا قبائل عيد يعني نتمنى لأخونا وأستاذنا سيف الدسوقي الصحة والعافية ويعود إلينا كما كان يعني ينهر في هذه الميكروفونات ويجلس على هذه الأرائك يعني سمعنا منه الندوة دي هي شنو سيف ده نحن تعلمنا منه معنى الندوة هي شنو اتعلمنا منه المصطلح الإنجليزي اللي اسمه الكومنويلث هو شنو اتعلمنا منه دول عدم الانحياز هي شنو ونحن شفع يعني صغار نجلس تحت ضوء العمود اللي هو كان بيمثل المنتدى بتاع الحي بالنسبة لصبية الحي وأنا أتكلم لك لو سمحت لي يا أستاذنا عن صبية الحي ومن هم صبية الحي اللي أنا كنت وسطهم إسلام ود عمك عبيد عبد الرحمن محمد والسيد عبد العزيز عبد الرحيم الطيب عبد الرحيم أخو مصطفى عبد الرحيم السماني مصطفى أخو التاج مصطفى محمد عبد العليم والدخد عبد الرحمن الريح الفكس ليمان وادخالة أحمد الجابري ده الوسط اللي نحن عشنا فيه فما بالك إنت لما تطلع من الحلة وتجي السوق في قهوة جورج مشرقي أو بما يسمى بسوق الموية وتشوف مثل هؤلاء العمالقة عمك عبد الله مرغني البكري وعبد الله النجيب ومن معهم علي شمو وكان بيزيع الكورة الزمن ذاك احنا كنا نصطند لعلي شمو ده والله العظيم يا أستاذنا محمد شريف علي علي شمو ده ونسته شدة ماء بأوزان وبموسيقى بتخيل لك انه ونست علي شمو دي من الحين لابو راي محمد رفع الله ها دارين نرجع للندوة الندوة فيها عدد من الفنانين من أعضاء الندوة عثمان حسين الكابلي محمد الحويج أعضاء في الندوة أي. لما عثمان حسين عاوز يقدم محراب النيل في في واحد اسمه اللمين علي طبع الكتاب بتاع الشراغة فقام جاب الكتاب بتاع الشراغة طلعنا من القصيدة محراب النيل من الشراغة الديوان أدينا عثمان قدمه هنا لأنه جانا بعد شوية الحسين الحسن أدى برضو الكابلي آسيا وأفريقيا جاكم في القهوة في الندوة أيوة الندوة الأدبية قدموا آسيا وأفريقيا محمد الحويج برضو قدم قصيدة مع هل الندوة خليتكم خليتوا القهوة ولا لا عندها الندوة دي منفصلة عن القهوة عندها يوم بلا وأنا داير أكشف لك سر أها إذاعي وبيهمك أنت ذاته أنجح برنامج قدمته الإذاعة كان أشكال والوان قدم الندوة الأدبية المغذي بالمواد هذا البرنامج الناجح كانت الندوة الأدبية
طيب يا البكران داير اسالك سؤال. عثمان حسين ده ما من الخرطوم؟ بيجي جورج مشرقي من الخرطوم مخصوص؟ ايوه بيجيبوا صديقه محمد الحويج. وبالمناسبة لما عثمان حسين بيته مرضت آسيا بقى يشرد من البيت يجي ما قيل في بيت الحويج في بانة غرب استاذ المورة ده. يمكن أغلب ألحانه الأخيرة لحنت في هذا البيت. وبعدين ما تنسى أنه من كلمات عبد الله حامد الأمين كلمة منك حلوة كلمة منك حلوة الغنيها مع الحويج الحويج أيوة. لا من الفنانين اللي كان بيجوا من الخرطوم منه كل الفنانين لأنه الإذاعة هنا الإذاعة وين؟ الإذاعة في مدرمان والإعلام في مدرمان هنا يعني كل اللي عندي بيجوا القهوة من بحري ومن كل بيجوا القهوة دي لأنه ما في حتى يمشوها لأنه اللي عاوز يقابل مذيع بيقابله هنا مدير برامج هنا عاوز يقابل شاعر هنا ملحن هنا فنان هنا بيقابلوه كله في المنطقة. بعدين يا أستاذ محمد يوسف يا يا محمد بعد انتهاء الندوة كلهم بتحولوا إلى بيت عثمان الشفيع. طيب بيت عثمان الشفيع في أول العرض يعني خطوات من بيت عبد الله. طيب الأمين. أها ما أنت زمان بتسمع الفنان وما شايفه ودي يعني فيها نقص في المدعى بتاعتك أنت. أنت بتتعامل مع المذياع الرادي زي ده شفت كيف الناس بيعينوا بعينوا للرادي بتخيلوا ابو داود وعثمان حسين وعمر منصور يجوا بالصندوق ده ولو ما عينوا للرادي ما بيتكيفوا للسمع ذاته يعني الخيال يعني حسب البساطه بتاعت الناس. لكن يا لها من روعه انت لما تجي وسط المدينه وتفاجئ بانه ده عثمان حسين ولا ابو داود ولا الحويج ولا عبد الحميد يوسف. عبد الحميد يوسف ده يمكن يعني جينا نحن بيتذكروا كده طشاش طشاش لانه هو طبعا وقف من الغنى في اواسط الخمسينات. لكن ما بتتخيل المدعى اللي انت لما تجي وسط المدينه. احمد المصطفى كان مألوف بالنسبه لسكان مدرمان لانه ساكن مدرمان شارع العرضه وفي شوارعه وبيجي المناسبات وكده. لكن الناس اللي كانوا يعني بيجوا وسط المدينه عشان يشوفوا الفنانين يعني الواحد بيحس بحاجه زي الصمه. طيب انا عايز اشوف السلفيدور وصل بكين. دقيقه يا استاذ محمد. ثاني في الحفلات اللي كانت بتقيمها الاذاعه مباشره الناس بيمشوا بقرعينه لحد بيت الامانه دي كله افتكر في الشهر مره بيعملوا حفله والله ما اظنهم بيسمعوا الفنان بيقول في شنو بس دارين عينه لعثمان حسين لبسته كيف وبدلته كيف وكذا بيتفرجوا فيه بس مشتهين له. طيب. سيد ابا مداخله موضوع الندوه الادبيه. طيب اخونا محمد الامين حامل ذاته اي الكلف اخونا عبد الرنيب كما ذكر هو ذاته نقابي واجتماعي وزول منفتح لولا ذلك لما تحرك في هذا الامر. اثنين يا جماعه بنتكلم عن الندوه الادبيه على الاقل المشاهد او المستمع يعرف موقع الندوه الادبيه اللي هي بتقع غرب البري البسطى ورا سوق الحداحيد غرب الشارع بتاع البسطى في شارع حمد بك في اوله بيت عبيد عبد النور بهنا الجندي بتمشي قدام دكتور بدوي عبد القادر خليل ثم بتجد الندوه الادبيه. لكن انا عاوز اقول الندوه الادبيه ذاتها الناس ليس موضوع والله كلام او نقاش او كلمات او كذا او وينفض ولكن الوجدانيات وجسر التواصل والموده والاخاء والمبادرات والهمه مع بعض لزياراتهم انتجت شيء الناس ما عارفينه. مصاهره بين اخونا عبد الله النجيب ثم مصطفى سند ثم محي الدين فارس نتج من هذه اللقاءات اللي كانت بنوك تحسها اصبحت سيد الدم ومعرفه. طيب بمناسبه المصاهره دي كده كلمنا عن عريس جورج مشرقي شايف دائما بتذكروه. ايوه عريس جورج مع دلوقتي في اغنيه مرتبطه
بالمغاهي اللي اثنين قلت لي عري عليهم. اي الأغنية الأولى الحبايب بتاعت علي محمود الدنجاري. علي محمود والتاج مصطفى اللي من الحبايب الفلاتية. أيوة. بيقعدوا في قهوة والدلغة في الجانب في الشارع بتاع الدكاترة. فقام في يوم من الأيام هم قاعدين قال لي والله يا التاج أول أغنية ألفة يغلبني تلحينة. ما تلحينة لي؟ قال لي عندك النص طلعوا له من جيبه. قال لي بلحينة لكن علي بالطلاق مات تدفع حق الطلبات دي وحق الطلبات 14 قرش بس. التاج لحن الأغنية دي في شان حفظوها للفلاتية لمدة عام كامل مع حفظتها. أول ما تزعل منهم تطردهم وتقول لهم شيلوا أغنيتكم دي واخدوني جاي ولا جاي. بعد يومين ثلاثة تجي توقف العربية في نفس الشارع التاج أخوي علي محمود جيبوا لي القصيدة. الأغنية دي لما اكتملت صادفت إضراب الإذاعة سنة 52. إضراب منو؟ الفنانين. إضراب الفنانين نعم. مع الإذاعة. لما انتقلت الإذاعة من بيت الأمانة وابتدى التسجيل بتاع الريل دايرة عشا الفلاتية تسجل الأغنية دي للإذاعة. كان المشرف الثقافي عمك محمد حسين خليل. أي. فلما جات تجي في البيت الغائل راعوا إنصافي وجليل قدري. قدري بتطلق بالغين. أيوة. فكل ما تجي للبيت ده الصوب عيدوا البيت الثاني. أيوة. يعني بتغلط في الغين الغاب والغين. أي. بعدين لما الوقت ضايق قام محمد حسين خليل الله يرحمه قال لي يا حاجة عشا غير ليك البيت ده. قلت لي الرسول هو ما خلصتني من الجنازة دي. قام عمل لها راعوا إنصافي والهوى العذري. أي. أيوة. الأغنية الثانية يعني حصل تعديل في الأغنية. الأغنية الثانية سيد عبد العزيز كان قاعد في البرندات بتاع جورج مشرية. سيد وعبيد دائما عندهم عادة كل يوم جمعة بيو يقيلوا في جورج مشرية. لما الساعة 12 ونص تجي بيمشوا يصلوا الجامع في الجمعة في الجامعة. فقام ابراهيم الكاشف معجب باللحن الدكاكيني بتاع يا ابو البدوي زورنا مره. فقام قال لي يا سيد انت عارف انا بحب المريخ موت وبحب اللاعب الفلان الفلاني ما في داعي لذكره. عاوزك تألف لي أغنية لي. فقام ألف له الأغنية بتاعت أنت عارف أنا بحبك ولا ماك عارف بالمرة. اللحن بتاع ياهو بتاع أبو البدري زورنا مرة. أراد الله أنه لما جاي يقدمه لأول مرة في الإذاعة كان البروغرام ماستر أو مذيع الرب المبارك ابراهيم. طبعا مذيع الرب بيسال الفنان حتغني شنو في شان يقدمها ويعاقب عليها. نعم. الملحن والشاعر
قام القاسم قال لي، فقام قال له يا ابراهيم يا حبيبي حتغني ايه النهارده؟ قال له انت عارف انا بحبك. المبارك ابتكر انه بخاطب المبارك ابراهيم، قال له انا عارفك بتحبني وبتعزني وكده اي بس عارفك. لكن الاغنيه اللي حتقدمها ايه؟ كل مباركه بيتكلم بطريقه مصريه بين مصريه. قام قال له انت عارف انا بحبك. المبارك ضايق جدا، انا ما بهضرش معك يا ابراهيم، انا عاوز الاغنيه عشان اقدمها واعقب عليها. قال لي ما هي الاغنيه دي ذاتها قال لي ما من الاول ما كنت تقول يا حبيبي. تصليح القصائد في جورج يعني دي حصلت كثيره جدا. لما اعلن الاستغلال في 56 جورج خورشيد عمل قصيده في قهوه جورج، قال بكره انا هعملها يوم ربع العالم، بتقول احرار احرار في بلاد حره والشعب اختار الاستغلال يا دخيل برا. قلنا للانجليزي سووا لك شنو؟ قمنا عدلناه قلنا ليه احرار احرار في بلاد حره والشعب استغلال يختار الاستغلال وحياه حره. قلنا ليه خلاص نمتبس طالما مرقوب لنا بالتي هي احسن. كنا بنصلح القصائد قبلنا يعني. طيب انا داير ارجع عليكم ثاني اقول لكم ليه؟ زواج جورجي ده زواج جورج ده حدث ما زواج الاكليل بتاع جورج. ايوه جورج ده اصله مسيحي سوداني يعني خلطه. فقال احنا عثمان الشفيع وانا والجماعه دي كلهم يعني قلنا لازم نعمل زواج سوداني. نعم زي ما قال اخونا بشرى قام حصل الزواج بتاعه ده في الكنيسه في الاكليل. نعم زي قام عمل الاكليل بتاعه زي العقد بتاعنا. عمل الاكليل بتاعه ده وجهزوه بتاعه هناك، قعدنا معاه في الكنيسه لغايه ما انتهى. بعد ما انتهى من الكنيسه طلعنا البدله بتاعته دي ومشوا معانا عثمان الشفيع ناس احمد مصطفى بتاع، جبنا ليه البرش والطريقه بتاعتنا وطلعوا البدله لبسوه قميص بلدي وحننوه وربطوا له الجبيره وطوال عمل له الليله عديل والزين والليله عديله تقدم وتبرع عشان الرسول هو عرس مسيحي بين السودان. ده نوع يعني عظيم جدا من التسامح. بالنسبه لجورج الكاشف لما طلع الاغنيه بتاعت الحبيب وين قالوا لي سافر ابتدى يغني كل يوم يوميا للصباح. ثاني يوم ما بيقدر يمشي يزاول عمله كنجار في المنطقه الصناعيه. فجاه الدين من جورج مشري صاحبه لما الدين كتر عليه وما حلاه قال له يا ابراهيم انت طالما انه مرغوب من الجماهير ليه ما تغني بالقروش؟ قال له لكن ما في زول طبقني على الحكايه دي وحد جيب لي مشاكل وعداوات هتكون حاجة كده جديدة. اي حاجة جديدة انه قبل الكلام ده سنة 52 مع تزامن مع اضراب الفناني قال له يا ابراهيم ام كلثوم وفريد الاطرش وعبد الوهاب بيغنوا بقروش، انت احسن منهم ما تغني بقروش. ولذلك اول من طبق العداد باقتراح من جورج مشرقي كان ابراهيم الكاشف. طيب انا برجع ليكم لكن داير امشي لناس واحد انا حضيف البكري. ابراهيم الكاشف كان كريم جدا، عنده كلمه بقوله يقول لك بالدين نسوي الزين، بالدين نسوي الزين نسوي الزين. كان كريم جدا. طيب يا جماعه نحن عايزين نتكلم عن شخصيات طريفه كانت في المغاهي. طيب انا بس لا اضيف حاجه لكلام استاذنا عبد الله النجيم ده في حكايه عريس جورج مشرق، بس كانوا يكملوا جميلتهم بعد ما جرتقوا يعملوا بطال للقباط دي كانوا يكملوا جميلتهم يجيبوا لهم صوت ويباطنوا اخواننا القباط دي. ابدا خش على بال ما يجهز لي الطريفه اللذيذه
نحن نقعد في الجور كلنا قاعدين كده وخذ السرقادور وخورشيد عندهم كان مسلسلة اسمها نحن العورة يقولها في الشعار بتاعها في الإذاعة. نعم يخذ الحاوي هاي كم عجلة أبو عبد الله في الخدر ده آه. عايل لهم كده قال لهم نحن عارفينكم عورة بقولها في الراديو لأنه يقول نحن العورة الشعار بتاعه قال لهم نحن عارفينكم عورة كمان بقولها في الراديو. والسر جاكم هناك السرقادور جانا السرقادور أول من جانا من نادي حلبوس الثقافي هاي جابوا موسى إبراهيم أنا ما عاوز أقول خلفيات حاصل شنو لكن جابوا لنا نحن قاعدين في قهوة جور قاعد معانا مرغي البكري ده ذاته اللي كان معه في حال البسطة السرقادور ده قاعد سلام عليكم ما قال لنا وقاعد معانا جور يقول لنا قاعدين قام خورشيد قال لي قصيدة معانا واحد محمد الشوقي قال لي قصيدة عايل لنا كده قال لنا حوريكم الشعر الماذا شعركم طلع من جيبه قصيدة وقرا لنا قام جور جانا طالع لنا برا قال لنا زود حيكون خطر جدا عليكم إذا زول ما قال لكم السلام عليكم قال لكم أوريكم شعر الماذا شعركم فين السرقادور بقى السرقادور الشاعر الملحن الكاتب مقدم البرامج بقى متعدد المواهب يعني الحي تنبأ جورج مشرقي حصل للسرقادور طيب يلا نمشي طيب. هناك نسمع من سيد أبا أول حاجة نبدأ بورا طيب في عكاشة في مزاجات عكاشة مزاجات نفوي الطوالي بيقول شنو كده أشياء بشكل هذا للزمن لكن أنا بقول أنا عكاشة أي عكاشة حسن دور فرع القرض عمك قسم الله هل تحب قراءة الدخري أبو الدفاع مية مية حاجة أنبولة قردة عبدين طلقة من الله ولي الله قحف بنت الخبير التيمان والمسألة طويلة وكل واحد لو كان الزمن وزي انت اندحت كده كان تكلمنا اندحت على ام درمان كلها انا عايز اسأل سؤال يا استاذة بشرى النور هل حلت ستات الشاي محل المقاهي والله دي ارزاق من ربنا سبحانه وتعالى قال لا كوني فكانت شنو انه القهاوي دي مثلا تنقرض ويجي جيل بتاع ستات شاي دي ارزاق الناس اصله انت ما بتقدر تتكلم فيها انه ايوه تداول في الدوره بتاعت الدنيا دي والان ستات الشاي ديل ذات يعني حسب ما نحن بنسمع هي قضيه يعني السلطات على علم بها وكده وبتعاليها بوسائلها يعني لكن انت ارزاق الناس ما بتقدر تحددها انه ديل حلهم حل ديل ولا ديل حلهم حل ديل في واحد اسمه ود الدخيره هاي بيقعد رجل مشلخ كده وبيلبس بدله وكرافته حمراء وطربوش وخدت الاقلام كده ومنديل وبيجي يقعد جنبنا قام في مره جابت بتجمع خدت لها جواب من البوسطه جات لقيتنا قاعدين ولقيت واحد ضرب قاعد كده خالف رجله قالت لي يا ولدي ما قادر امشي بقيت لا اقرا لي الجواب ده هاي كده قال لي انا ما بعرف اقرا لي الديل قالت لي يا ولدي بطربوشك ده وما بتعرف تقرا شال الطربوش خدت لها في راسه قال لي اقري انت بعدين يقول لك بالمناسبة لست الشاي في مقولة لمحمود فلاح قال لك زمان أنا أجي أقعد في القهوة وأطفي جيوني الجرسون باسم ونظيف أقول له يجيب لي كوباية شاي قال لي يجيب لي الشاي بالبراد والصينية وسكر المكنة واللبن وبالمصفى بتاعه والمويه البارده وديه بعد كده اقول له دور لي اسطوانه كرومه ولا سرور ولا زنجار وادفع تعريفه قال اعيش لما الكوبايه تبقى بعشر قروش حتى الكوبايه باثنين جنيه We'll be right back.
احنا بهذا الختام بتاع التضخم نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينمي اقتصادية البلاد وأن تزدهر كل الجوانب الثقافية والاجتماعية والسياسية والفكرية في السودان وأن تعود المغاهي منتديات ثقافية وفكرية وتأدي دور زي المغاهي في الدول الراغية. أنا أستودعكم الله وأشكر الضيوف الذين شاركوني في 4 حلقات متواصلة في عبق المغاهي وأشكر التيم العامل الذي جعل هذه الحلقات ممكنة وإلى اللقاء. تظل أحلامي يا جميل أصحى ومنقاتي الليل في ضفاء النيل ننشد الفسحة أظهر ظل أحلامي يا جميل أصحى اسمع البلبل اله يتول وصحى اطرد الاحلام يا جميل وصحى الغصون مخلات مع النسيم كسحى تخيل سوبك أسي النيل من جمال مسحى أطرد الأحلام يا جميل أصحى قم نقاط الليل في ضفاف كلامي معك يا جميل لمحة قم معا يومي لغمتك سمحة أطرد الأحلام يا جميل وأصحى كل شيء ميسور والظروف سامحة يغني عن أنوار وللظلام يمحى أطرد الأحلام يا جميل أصحى شوف شوات النيل بالسرور طافحة لابسة بدرة الدم وللنجوم لافحة أطرد الأحلام يا جميل وصحى شذرة الياسمين ميلة بصفحة يشجيك ومن شزايك كل حين نفحة أطرد الأحلام يا جميل.
الأصحى قمنا قاتل من المعنين شدى الوزحى أضمك الأحلام يا جميل وصحى كل أسهر ميت بيها فرحة أطرد الأحلام يا جميل وصحى ليش جرت الفل يا أخي من شرحة ليش جرت الفل يا أخي من شرحة والورود بالورد لون ليه يحمر أحلام يا جميل أصحى قمنا قاتل من بابني شد الوسطى أطرد أحلام يا جميل أصحى بالطيور منظوم روق زي سبحة طايرة كل أمال في الفضاء سبحة أطرد الأحلام يا جميل وصحى في جوار نقريب ولا لجا الشبحة يا أخي ما فايتات أظنهن بيتات وفي الرياض صبحة أطرد الأحلام يا جميل أصحى قمنا قاتل في ضفاف أنشد الوزحى أطرد الأحلام منظر البدر وباجته الفضحة يبدو ليت في النيل كالدر واضحة أطرد الأحلام يا جميل واضحة الطيور تختال في الغصون ساطحة والسرور ميل ربوي تخيل كفته الراجحة أطرد الأحلام يا جميل أصحى قد الليل في ضفاف النيل ننشد الفسحة طرد الأحلام يا جميل أصحاب